البرلمان المشؤوم ده في الكتلة المصرية، برضو كنت تابع للمصريين الأحرار. فطبعا كامل تقديري للسنوات اللي قضيتها وبنيت فيها الحزب، وأعتقد إن أنا حاولت بقدر إمكاني يعني أؤدي برلمانيا على قدر المستطاع. لكن للأسف الشديد طبعا مع كامل احترامي طبعا للدكتور عصام خليل لشخصه برضه، لكن احنا مختلفين سياسيا اختلاف جذري الحقيقة في التوجيهات، في الاشتراك في المجالس النيابية. فطبعا الاستمرار في الحزب كان من الصعوبة في الفترة دي الحقيقة. ايه السبب يا دكتور ايمن، ايه السبب؟ حضرتك كنت رئيس الكتلة البرلمانية والهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار في مجلس النواب، ايه اللي وصل يعني خلاف اللي وصل حضرتك ان حضرتك تستقيل وتسيب الحزب بالكامل؟ هو الخلاف يعني بدأ قبل الصورة بشوية، قبل الشيوخ بشوية، قبل انتخابات الشيوخ بشوية. يعني كان الدكتور عصام رافض يجتمع بالهيئة البرلمانية اللي هي تقلصت من 64 نائب لحوالي 10 نواب، وكان لازم نلم نفسنا ونلم بعض، لكن للأسف الشديد كان بيرفض تماما الاجتماع معاهم. ويعني فحاولت بقدر الإمكاني. بعديها ظهر موضوع الشيوخ، موضوع شيوخ الحقيقة كان عدم اشتراكه في الائتلاف القايمة كان صادم. يعني حتى لو كان تمثيلنا الحقيقي بأربع خمس نواب وهنخش الفردي اللي ممكن ناخد فيه 10 12 كرسي، لكن الحزب بيسعى لإيه غير الاشتراك في المجالس التشريعية الأساسية؟ نعم طبعا. كونه إن هو يرفض كان صادم لينا جدا، وكان يعني الحقيقة اختلفنا وسدينا مع بعض. لكن برضو شديتوا مع بعض؟ الحقيقه يعني شدينا مع بعض، ورحت له وقلت له احنا لازم نعمل لجنه الانتخابات هي اللي تقرر، ما يبقاش قرار احادي. ولازم يتعمل لجنه تختار المرشحين الفردي اللي هو الاساس، والقايمه تقدير القايمه دي تقدير يعني مختلف الاحزاب، اكتر من 16 حزب بيتفاوضوا مع بعض كلهم بثقله. فللأسف الشديد برضو فوجئت مع النواب، يعني ان في انا وشخصيات تانية تم ترشيحها في القوائم، قال انا مش هدي جوابات دلوقتي الا لما يعني يحصل اعرف العدد كام. يعني هنكرر المأساة تاني، فما نكرر المأساة زي بقى؟ يعني حزب ما يبقاش مشترك فيه في النواب وما يبقاش مشترك في الشيوخ يبقى هو ايه؟ يعني هو ده بيفعل ايه؟ ده هو اخر سعي الحزب هو الاشتراك في المجالس النيابيه. يعني تاني في مجلس في الشيوخ ما نزلتوش انتخابات كحزب؟ ما نزلناش انتخابات، بل هو في ثلاثه من الحزب ترشحوا فردي اضطروا ما ادهمش جوابات فاضطروا مستقلين، وفوجئت ان هو يعني حتى رفاتهم تعسفيا كده. يعني اذا ده في يعني رفض. فانا بصراحه المواقف السياسيه اللي بالطريقه دي بدون هيئة عليا تجتمع، بدون مكتب سياسي، كان غريب بالنسبة لي جدا جدا. اتكرر المشكلة، ابتدى بقى يحصل مماطلة في النواب في إصدار الخطابات الخاصة بالحزب. فطبعا يعني كم واحد كنواب كنتوا داخلين في كم واحد كنتوا داخلين مجلس النواب؟ لا اللي داخلين فردي كتير يا فندم، يعني فردي كتير. لكن انا القايمة دي بيبقى عبارة عن يعني تفاوضات مع الاحزاب بقوتها. لا ومهم كمان التنسيق والتوافق ما بين الاحزاب على القايمه ومين فيها والكلام ده بالظبط. فما اقدرش اقول لحضرتك كان متوقع كام بالتحديد، لكن العدد مش هو الاداء هو الاساس. المهم ابقى موجود، يعني التمثيل ابقى موجود. حزب اسمه حزب مصيرنا الاحرار موجود اهو. بالظبط الائتلاف الوطني. نعم. وحتى لو اثنين او ثلاثه او اربعه في القايمة اسمك كحزب موجود، هيفرضوا نفسهم والحزب موجود في الائتلاف القوى الوطنية، وبعدين ادخل على الفردي وربنا يكرمك. بالظبط كده. فيعني انا لقيت ان المماطلة، عملنا هيئة عليا النهارده، وجدت بقى كمان يعني الموضوع شخصي. يعني ده يعني شخصي؟ يعني انت يعني هل توافقون على تفويض ايمن في الكلام في الائتلاف؟ هل توافقون او تفويض الغير يعني هل توافقون؟ وطبعا ده مش لائحي، هو اللي بيفاوض. بس اذا كان هو مش ناجح في المفاوضات ممكن يفوض غيره ويرجع له في القرار، او يرجع. نعم. للهيئه العليا في اتخاذ القرار. نعم. فانا لقيت الموضوع يعني بصراحه، انا حضرتك تعلم ان انا بحاول بقدر امكاني في البرلمان ادي لصالح البلد وصالح حزبي.
لا حضرتك دكتور يعني ايمن من الشخصيات المحترمه، لا خلاف على حضرتك والله، مش من النهارده يعني. ربنا يخلي حضرتك، وانا بتمنى لهم التوفيق طبعا. ده حزب بنيناه بقالنا 8 سنين بقول لحضرتك، فاعتقد ان ربنا يوفقهم في كل شيء، لكن انا يعني مش هقدر طبعا استمر معاهم، وانا تحت امر الحزب. اذا غير سياسته انا برضو هكون تحت امر الحزب. طيب بمعنى ايه غير سياسته؟ لا ان هو يعني يعلن ان هو على هو امبارح هيخوض الانتخابات، يعني يعلن انه هيخوض الانتخابات. حضرتك مش متخيل الضغوط اللي حصلت عشان ينزل بيان امبارح ان هو داخل في الائتلاف، وكان الناس قعدت مع بعضيها خلاص والبانل اتبع. يعني ليه متاخرين؟ ليه ما نعلنش من الاول ان احنا داخلين؟ وعلى فكره ده تحالف انتخابي. نعم. يعني ده في تجمع وفي لا مهم، عندنا 12 حزب في تحالف زي ما كان مهم. اقصد ده ده قوة وطنية كلها بتختار شخصيات تصلح ان هي تبقى في البرلمان. طبعا. فيعني هو طبعا مع احترامي للحزب ومع احترامي للدكتور عصام خليل، ده خلاف سياسي وما فيش اي خلاف شخصي يعني حضرتك. لا حضرتك دلوقتي هتنزل انتخابات فردي مستقل ولا رايح حته ولا حزب، هتعمل والله ايه؟ والله يا فندم، والله يا فندم يعني انا لسه يعني ما فيش اي قرار اقدر اخده دلوقتي، بس انا طبعا ايوه فتح باب الترشيح بعد بكره. ما ان شاء الله باذن الله ربنا يعمل فيه الخير يا فندم، ربنا يعمل فيه الخير ان شاء الله يعني باذن الله. هتخوض انتخابات تحت اي ظرف ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله يا فندم. ده شرف ليا ان انا اكون في البرلمان المصري واؤدي واخدم بلدي في اي موقع يعني مع اي قوه وطنيه. لكن لو بكره او بعد ساعه دكتور عصام خليل تراجع عن هذا القرار، هترجع المصريين الاحرار تاني ولا خلاص زي ما بقول كده يعني لا عوده؟ برضو على حسب برضو طريقه الرجوع يعني. انا يعني ودين له لان كان في تجاوزات يعني انا ما احبش احكيها شخصيا يعني. كان ايه؟ كان في تجاوزات يعني في الاجتماع نفسه ما كانش احب اتطرق لها دلوقتي. تجاوزات ضد حضرتك ولا بشكل عام؟ لا 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 ضدي انا شخصيا. ضد حضرتك شخصيا؟ طيب يعني خدت قرار انفعالي ولا قرار بناء على دراسه؟ لانه قياده سياسيه في حزب مسؤول يعني، خدت قرار سيادتك انه استقيل قرار يا فندم دراسه ولا انفعالي وارد ارجع؟ لو كنت عايز انط من مركب يا فندم، مركب الحزب عموما، كنت نطيت من وانا في البرلمان وحتى تعلم ذلك. لكن انا اصريت على يعني اكون مستمر في الحزب وادي في الحزب كما ينبغي عشان الحزب يفضل اسمه موجود بصوره مشرفه. نعم. لكن لم اقدر التقدير الكافي لوقفتي دي، وان انا يعني تابعت الاصول يعني مع الحزب. لا الحزب كده لو حضرتك مش موجود واخرين مش موجودين، الحزب هيبقى موجود ولا الحزب اذا هو لا يشارك في الحياه السياسيه او لا يشارك في انتخابات زي ما سيادتك بتقول؟ واما بعد يعني دكتور عصام ايه اللي دفعه لهذا الامر؟ وراجل ما اقدرش اقول الا راجل محترم دكتور عصام خليل بصراحه. طبعا ده قراره يا فندم، وده قرار الحزب. ايوه هو الحزب رئيس ولا في حزب وفي كيان حزبي، ولا احنا كل حزب ليه رئيس وخلاص هو يتحكم يعني؟ مساله برضو ما تبقاش كده. في هو الخلاف حزب على حزب يعني على في راي وراي اخر ولازم يبقى لنا، ولا احنا بنقول كلامه وفي وقت التنفيذ كل واحد يقول رايه وهو في راي واحد؟ الخلاف كلام يا فندم، يعني الخلاف على الكم مش على